متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا تي تي. في هذه الحلقة هذه غادي نرجعوا للمشكل تاع الباع المتجولين على مستوى مدينة الدار البيضاء، وعلاش الأسواق النموذجية اللي تم إحداث ديالها على مستوى مجموعة من المقاطعات في الدار البيضاء ما عطاش هذاك الأكل ديالها، وما تمش حل الظاهرة تاع احتلال الملك العمومي من طرف الباع المتجولين. شنو هي الخطط المستقبلية من أجل تجاوز هذه الإشكالية هذه؟ من أجل مناقشة هذه القضية هذه نستضيف سي شاكر زهير، رئيس جمعية بدر للتنمية المستدامة بالبيضاء. سي شاكر مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا سي بوساق، وكنشكركم على البرنامج القيم ديالكم. وايضا نستضيف السي عادل فاضل، رئيس منتدى الشباب 2030. السي عادل مرحبا. سعيد بالتواجد معكم، وكما هو معروف عزيز عندنا هذا المنبر واحد. الله يبارك فيك السي عادل. شكرا. السي شاكر، هذه سنوات والدار البيضاء يعني تتجرب مجموعه من التجارب من اجل احتواء دائره البيع المتجولين، منها يعني احداث اسواق نموذجيه، منها تنظيم بعض الاسواق، ولكن رغم ذلك ما زال المشكل قائما. بالنسبه لك انت يعني فين كاين المشكل؟ وكاين مشكل في الشركة ديال التنمية المحلية، أنك دير دراسات وكتحصي جميع البائعين المتجولين، ولكن المشكل فين كيبقى؟ التوافق هو بين المقاطعة والسلطة، أنهم ما كيديروش واحد الدراسة اللي في المستوى، أن شركة التنمية المحلية أنك دير دراسة كتعطيهم هما يدمجوا هذا المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية المشرية، ولكن ما كيدمجش، ما عرفناش علاش. ودابا جات شركة التنمية المحلية على صعيد مناير في سيدي عثمان، أنا دارت دراسة، ولكن هي الدراسة كملات، ولكن علاش هذا المشروع ما تنفذش؟ يعني أنت والأسواق النموذج اللي دارت، البعض تيقول بان الطريقه تاع باش دارت الاسواق النموذجيه ماشي طريقه باش احتواء الباع المتجولين، لان مجموعه من الباع المتجولين ما دخلوش لهذ الاسواق النموذجيه وبقاو تيفضلوا يبيعوا غير على برا. هذا المشكل ديال السلطه هي اللي خاصها تدبر، لان ما يمكنش ان هذا المشروع هو كيكون تنموي كيعطي المنطقه كيفيدها، وانه كتكون في ظروف ملائمه ان الناس المواطنين انهم كيجيو يشريو من هذا السوق النموذجي. علاش؟ اول حاجه فيه الامن وفيه الجوده وفي تل وفي في في اماكن صحيه اللي كيتنائي يلزموا انهم يقوموا بحاجيات ديالهم، ولكن المشكل عندنا هو السلطه ما كديرش الدور ديالها، وانه تحبس هاد البائع المتجولين، انه تدخلهم وتدمجهم في السوق النموذجي، لان السوق النموذجي هو مشروع تنموي، هو مشروع كيهيكل ان حتى البطاله ما تبقاش في المنطقه. وكنتمنى ان السلطات والمقاطعات انهم يحاولوا. قبل ما نتمنى سي شاكر، سي عادل فاضل، فين كاين المشكل اساسا حول ظاهره الباعه المتجولين ما تمش الحل ديالها على مستوى مدينه الدار البيضاء؟ دابا كما هو معروف بان مدينه الدار البيضاء كانت فيها واحد المجموعه ديال المعضلات، من بينها هاد الباعه المتجولين. كانت المساله ديال السلطات يعني المنتخبين والمجتمع المدني و السلطات المنتخبة وكل شيء الفاعلين خاصهم يتعاونوا في إيجاد حل هاد المعضلة. ارتأوا بعد وكان نشد بحرارة على أول تجربة في الدار البيضاء اللي كانت من عام على السيد العام الحبوها، اللي كان في السيد البرنوسي مع ديك الجمعية ديال تنمية الفضاءات العمومية، ولقاو واحد الحل، مشاو في إطار هيكلة الباع المتجولين وإحداث سوق للقرب، باش يبقاو هادوك الباع المتجولين في كرامة وفي واحد الاستقرار وفي واحد العطاء اللي تتعطي جمالية الصورة، وكتحيد حتى هادوك من التهميش، بحال هما الاولين كانوا سباقين لاحداث هذيك الخطوات الاجتماعيه ديال الدوله. كانت مقاطعه نموذجيه في هذه القضيه تاع بناء اسواق نموذجيه، ولكن السؤال علاش هذه التجربه ما تعمماتش، وعلاش هذا النجاح بين قوسين ما تعممش على جميع المقاطعات؟ هنا فين كاين المشكل، تنقولوا علاش برنوسي نجحات وبقات لحد الان مستمره؟ واش هذيك الهيكله كانت تم التخطيط لها بنجاح، وكان واحد التريث في اخراج هذه الاسواق القرب والاسواق النموذجيه لحيز الوجود، ما نجحاتش في مقاطعات اخرى وما نجحاتش في عمالات اخرى؟ هنا فين كاين الاشكال، هنا فين خاصنا نعرفوا فين كاين، واش المؤسسات المنتخبه، واش الفاعلين الجمعويين اللي كما تنقول لك هذه الجمعيه ديال تهيئه او تنميه الفضاءات العموميه اللي كانت حريصه على انها تبقى مواكبه، واش جمعيات اخرين اللي كنشوفوهم في عمالات وفي مقاطعات اخرين كاين محل اللي كتسمع انهم دخل ليه واحد ها هو في الاسم ديالو ولكن باعوا لواحد اخر،
وهو مشى خرج بقى كيمارس نفس النشاط اللي كان. واش ما تشوفش سي شاكر بان حتى المواطن بعض المرات يلعب الدور ديالو في هذه القضيه دي؟ يعني عوض ما يمشي يشري من داخل سوق النموذجي تيشري على برا، لان يعني الله يحسن العوان تيقول لك الناس اللي على برا تبيعوا ارخص من الناس اللي على الداخل اللي هما ملزمين مجموعه من الاشياء شهريا. وحتى المواطن حتى هو كيبغي كيقلب على الرخا، كيقلب على الرخا، ولكن هذه كتسمى ديال العشوائيه. ما يمكنش ان السوق انا ودمج في اطار مبادره وطنيه للتنميه البشريه انه كيهيكل هذا السوق وكينمي به المنطقه، انه كيزيد في العشوائيه ديال المنطقه، لان هذا السوق ما كانت هذا العشوائي والبيع المتجول كيزيد يدمروا المنطقه من ناحيه بزاف المسائل، من ناحيه انهم ما كيساليو البيع والشراء ديالهم، انهم كيخلوا كرارس ديالهم، كيخلوا ان المنطقه كامله مهملات بالازبال. انتم عندكم واحد السوق تما كاين اللي في سيدي عثمان، انت واحد من السكان تاع سيدي عثمان، عندكم هذاك السوق تاع الشطيبه من اقدم الاسواق اللي كاينه في الدار البيض 45 سنه. علاش هذا السوق هذا ما تمش اعاده الهيكله ديالو باش يكون واحد السوق اللي هو نموذج حتى هو؟ انه المشكل اللي فيه هو ديك جمعيه الاعمال الشميعيه اللي كاينه في تاع الشطيبه، ان 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 كل مره كتخدم مع نخبه من المنتخبين، هذوك كيعطيوها الوعود، كتجي كيسال كيجي مجلس كيعطيوها وعود، ولكن ساكنين كل مجلس عنده خطه ديالو، ولكن انا سميتو، ولكن الساكنه اللي مستهدفه هي اللي كنقولوا حنا كتاكل العصا، فهمتيني؟ ديما شنو نوع المعاناه اللي عندكم تما كاين؟ هو اننا اول حاجه الكلاب الضاله، ثاني حاجه الناس ولات كتسكن في هذوك الكرارس كنقولوا حنا، وثالث حاجه انهم سدوا جميع الممرات، ان كاين دابا خمسه المداري سدوا عليهم، حتى الوليدات ديال المداري تما ما بقاش كيزاولوا كيزاولوا التمدرس ديالهم في اريحيه انا في هذه النقطه نيت، لانني انا اتقاسم معه نفس المقاطعه. هذا السوق النموذجي اللي كان من بين اول الاسواق النموذجيه ربما في الدار البيضاء كامله في 2003، انا كنعقل على المجلس اللي كان دبر هذا، وكانوا داروه بواحد الطريقه، المهم المخرجات ديالها حيت ملي كنشوفوا الميزانيه مع ما انجز كيبدا ديك علامه استفهام، تنقولوا ماشي مشكل، ولكن المشكل اللي عندنا حنا في بعض العقليات ديال المنتخبين كيشوفوا دائما هادوك مجرد خزان انتخابي، كيبقى انه تيبقى كما قال الاخ وعود كاذبه، هذا ما هيئناش لهم هنا تما، ملي كتصب عير على الشتا كيولي كله غيس. كيفاش هذا المواطن بغيتي انه يولج لواحد السوق ما ياخذش من عند واحد اللي بعيد؟ ولاو هادوك الباعة المتجولين تيخليو هادوك تما وخرجوا، وكاينين اللي تباعوا، هذوك تباعوا محطوطين هنا. خاص السلطات مع كنقول لك مع الجمعيه اللي كتسير تما، او مع جميع مع الساكنه ومع مع مع المنتخبين اللي هنا على راسهم مكتب مقاطعه سيدي عثمان، لا يلقاو بعدا حجبنا شطيبه، يلقاو هذا المخرج، حيت عندنا سوق نموذجي واحد، مع العلم اننا كنطالبوا دائما باحداث اسواق نموذجيه في المنطقه. كان عندنا البلايص فين ممكن ان نديروا الاسواق، خاص عير تكون عندنا هذاك الحس التضامني وهذاك التعاون بين دابا التعاون وهذا الحس التضامني وهذا المقاربه التشاركيه، هي البعض اللي تيقول خاصها تكون حاضره في هذا المشكل تاع البيع المتجول، اللي تيقول لك ان الحل يعني ما يجيش لا من عند طرف السلطه المنتخبه ولا السلطه المحليه، خاص الجميع يشارك فيها بما فيهم هذاك الباعه المتجول من اجل ضمان نجاح هذه التجربه تاع اسواق النموذجيه. وتتفق مع هذا الراي ولا لا؟ انا معاك، ولكن تنقول مساله كنقول دائما تيبقى ذاك الخزان الانتخابي. دابا انا تنعرف بان كاين اسواق عندنا في سيدي عثمان، عندنا في مبروكه، عندنا في هذا، حاول تبرك معاهم السلطه في كورونا، راك عرفتي المسائل اللي كانت واقعه، خاص التباعد، خاص هذا، ورغم ذلك ما خصكش تمنع عليه رزقه، خاصو في واحد يعني يحس بواحد الكرامه، بواحد الاستقلاليه، وتا هو يدير مدخول. كانوا ناس اللي حصاوهم، ما هي مره، ما هي جوج، ما هي ثلاثه، ما هي اربعه، الناس عطاو لي كارت ديالهم، عطاو جميع المعلومات المنوطه بهم، عطاوها للسلطه، عطاوها للمنتخبين، عطاوها للناس اللي وعدهم على اساس ملي يكونوا ينجحوا غيلقاو لهم حلول. لحد الان تيبقاو يبان لك هذوك مكتظين في الدروبات، ما عندهم حتى شي افاق، حتى واحد ما حل لهم شي 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 منفذ. انا نقول لك حنا في غضون هذا الاسبوع هذا عندنا احتفال بالذكرى 18 للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، انا كنطرح سؤال عندنا عف على يعني 18 ماي من كل سنه 18 سنه وهي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذوك المخصصات المالية كاملة في الشق الاجتماعي، في الهشاشة، في هذاك الشيء كامل اللي كانت حاولت أنها تعالجه، أنا تنطالب أشنو هي الإحصائيات؟
اش درنا التنزيل ديال هذيك المباراه؟ احنا في 18، احنا الحمد لله ربما نهار اثنين غادي يتم تدشين ديال 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 هذيك الفرصه ديال الشباب، هذيك منصه الشباب غادي تكون عندنا ديال سيدي عثمان، خاصه بسيدي عثمان. اذا خاص يكون عندنا تفكير عميق، وخاصنا نكونوا كنحطوا الاولويات باش ما نطيحوش عاوتاني في اننا كنهضروا الوقت الزمن وكيمشيو شباب وكيمشيو عثمان. هذا مدرب التنميه البشريه ان شاء الله يكون عندها حلقه اخرى ان شاء الله. ولكن انتم كجمعويين، انتم كجمعويين واش تبقاو انتم مربعين يديكم تتفرجوا في هذا المشكل تاع الباعه المتجول وتتحاولوا انكم تلقاو الحل مع الباعه المتجول مع السلطات؟ يعني تكون كما كنقولوا واحد الخيط البيض ما بين الطرفين. الحمد لله ان عندنا كما كيقول لك التاريخ ما تينساش، عندنا محطات اللي جلسنا مع السلطه كنشكر السيد العام اللي كان دائما الابواب مفتوحه، سي جمال مختطار ولا هشام السماحي اللي كان قبل منه، يعني تيتصنطوا لينا تيسمعوا المبادرات ديالنا. حطينا كروكيات حنا كفاعلين جمعويين، حطينا كروكيات ديال 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 تصور ديال 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 هذا السوق ديال القرب، يبقى في سوق القرب ومع وليدات المنطقه وبواحد الصيغه وكل شيء كيستافد ولاد المنطقه والساكنه وكل شيء. تنقول لك المشكل اللي عندنا هو ملي كيكونوا ذوي النيات السيئه، بعض المرات اجي ما تمشيوش مع ذاك الطرف الاخر، ربما هذاك ولكن امتى نجتمعوا ونحسوا بان فعلا هذه منطقتنا وهذا هذا 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 مسار اللي غادا فيه الدوله الاجتماعيه. الا ما كناش كنهزوا بعضياتنا في منطقه، كيفاش غادي نهضروا على الدار البيضاء ونهضروا على المغرب ونهضروا على بالنسبه لتوما شاكر؟ شنو هي المجهودات اللي تديروا؟ شنو الخطوات اللي درتوا؟ المجهودات هو ان راسنا رئيس جماعه وراسنا السيد العامل، وحنا كنتظروا انهم يديروا لنا حل. مايمكنش حنا غيبقى هذا السوق مهمش، مايمكنش انه 45 سنه باقي ما عطاش الاكل ديالو، تبارك الله راه كاينه 500 فراشه، مايمكنش انك المشروع التنموي ولكن الباعه المتجولين مقتصرين عندكم فقط في الشطيب ولا كاين اماكن متفرقه؟ كاين شطيبه بزاف. انه حتى خمسه المدارس انهم كيحبسوا لهم حتى البيبان ديالهم، كيزاولوا ما يخليوش حتى التلاميذ انهم يزاولوا الدراسه ديالهم. الاسعاف اذا كان شي وفاه كيموت ولا كيموت، الاسعاف هذيك لي زومبيلونس كما كان شعلات العافيه ديك النهار في مبروكه في واحد الدار سبابه شارجور صبانه ثاني كذلك صبانه، كيفاش غادا دوز؟ وحنا جانا بلا ما نهضروا عاوتاني على الترام، جا الترام حتى هو قسم لك كي غدير باش تخرج من الزناقي، وهذوك من حقهم لان ولاد المنطقه ولفوا. شطيبه علاش دابا فيها اكتظاظ؟ حنا راه حسبنا على مستوى كمجتمع مدني، وغنرد لك السؤال، كمجتمع مدني حصينا 17 سوق ديال القرب يعني في الازقه في عماله مولاي رشيد كامله، وكانوا عندنا تصورات وتوقعات من اننا نخرجوا هاد ما يفوق. ملي جينا نحسبوا لقينا راشي راه كثر عدد عائل، ما نقدرش نقولوا في هذا لان ربما شي واحد غيقول لك لا ربما عاشنا، ولكن ادعوهم الى انهم يمشيو ويشوفوا ويحسبوا ويعرفوا شحال كاين. كنقول 17 سوق ديال شطيبه، علاش بقى عندها ديك الاقتدار؟ الظاهره كثرت لان تا مع التبعات تاع كورونا الناس تسرحوا من العمل ديالهم في دور الشغل ديالهم. الحمد لله انه كاين مبادرات ملكيه اللي حاولت ان تنقذ هذا. كنقول لك المشكل ديال شطيبه علاش بقى فيه الاقتدار؟ شطيبه كان سوق هو الاول في العماله، هو الاول في العماله، كان راه كنعرفوا ذوك الاسواق، كان بحال السوق اسبوعي، كان بحال السوق اسبوعي، كان فيه الحلاقي فيه كلشي. هذوك الكاريان ديال بلوك 16 وديال بلوك 12 وديال جيت العثماني كلهم كانوا كيتسوقوا تما، كانوا كيجيو يتسوقوا تما لحدود الساعه، باقي الكواتشه كيجيبوا من المجموعات واحد جوج ثلاثه ديال المراشد كيجيبوا الشطيبه، يعني الشطيبه بقى واحد الخزان ديال حتى العلاقات، الناس اللي كيتقداو من عند هذا كيبقاو يتقداو من عند الاخر. عندنا نخصوا واحد الحلقه خاصه لهاد سوق شطيبه. بالنسبه للاماني ديالكم، انتم هضرتي قبيله على الاماني ديالكم باجل احتواء ظاهره الباع المتجول، اشنو هي الحوايج اللي تطالب بها؟ انا حاجه اللي كنطالبوا ان رئيس مقاطعه سيدي عثمان انه خاصو يجي يجلس مع جمعيه بخصوص سيدي عثمان، تهضر على الدار البيضاء كلها، حيت المشكل غير ماشي مختصر على سيدي عثمان بوحده. وانا كنتمنى ان السيد الوالي انه يدير جلسه مع عمده مدينه الدار البيضاء، واول حاجه يدوي علي اسواق النموذج كيفاش البرنوسي ينجح مشروع و16 جامعه اخرى ما نجح فيها مشروع. كاين شيخ كاين خلل وخصهم يحلوه هما من الجمعيه. حنا الحمد لله كننظموا كنواكبوا كنتواصلوا مع البائع المتجول، ولكن خاص السلطه والمنتخبين انهم يديروا واحد جلسه ودرسوا، لان حنا راه غاديين للهاويه بهذا الشيء.
سي عادل انا الاماني ديالي على مستوى الدار البيضاء كامله. هاد الباعه الجائلين تيبقاو وليداتنا وتيبقاو خوتنا وتيبقاو اهل ديالنا. ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش شي واحد في العائله ديالو يزاول بحال هاد المهنه العشوائيه بين قوسين. كنتمنوا ندير لها حلول لحفظ الكرامه ولإعطاء واحد الضمانات لهذا البيع المتجول. خصها تكون نيات صادقه من السلطات العموميه من المؤسسات المنتخبه على مستوى الدار البيضاء كامله للمجتمع المدني الصادق والصريح اللي باش يخرج بهذا المطب. لان كما كتشوف عندنا 16 مقاطعه كتلقى غير ثلاثة ولا أربعة اللي ناجحين، الحي المحمدي وكاين البرنوصي وبعض الأمور، ما كاين مشاكل وكاين بعض الأسواق النموذجية لا ترقى إلى أسواق نموذج. تمشي لك العين الشقة هنا ملي كتقول لي سوق نموذجي المبادرة الوطنية وكتلقى خيمات. فهمتي هذا مشكل. الاستعانة بجدران المدارس هذه كاين نموذج على مستوى عين الشق وثباتت هي دايرة. كاين بعض الوحدين اللي حسوا بأنهم راه ماشي هذيك هي الكرامة وماشي هذاك هو الاستقرار. لأن الإنسان كيحس براسو دير لي خيمة وغيمشي لدارو تسرد ولا طلعت مشات مع الواد مشات السرعة شكون اللي غادي تقول لي ما عنده أسيرونس ما عنده كذا. كاينين هادو بعدا على الأقل داروا شي حاجة ونجحت ولا هذاك وخذوا بهذا. كاينين مقاطعات اللي ربعوا يديهم وكنقول دائما حذاري ان نبقاو دائما نلعبوا بالطموحات ديال الناس. لان بعض الباع المتجولين راه تيعرفوا على مستوى الدار البيضاء كيجيو منتخبين غير صوت عليا انا ان شاء الله ملي غنكون وغندير وغنفعل وتيعطيك لاكارت ديالو وتيعطيك البيانات الكامله ديالو بانه راه على يتيم وكيكون عنده احساس. كفانا اننا يكونوا عندنا ضغوطات ديال المعيشه وضغوطات ديال هاد المصاريف اللي كثرات ونزيدوا نلعبوا تب الامال ديال الناس. وشكرا سي سعادي الفضيل شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سي شاكر شكرا دائما كنشكركم على المكالمه. شكرا لمتتبعي قناه انفاس بريس والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله من برنامج كازا سيتي.